إذا هو الإفكت اكتشفوا إنه عندي سلاب من مادة معينة في مواد مناسبة أكثر من مواد تانية. بس المواد اللي مذكورة هون مثلاً بعض أنواع السيمي كوندكتر زي N جيرمينيوم. إيش يعني N جيرمينيوم؟ يعني N تايب دوبن. N تايب دوبت. تذكروا أخذتوا الدوبينج في الإلكترونيكس. دوبينج بضيف شائبة من الشوائب N تايب بتكون خمسة الفالنس تبعتها بضيفها الجيرمينيوم بنسب محددة أو سيليكون. أنا بعرفش هي سيليكون ولا N تايب سيليكون وبزمث. بزمث كمان عنصر أحد العناصر. هلا وجدوا هاي الماتيريال. لو أنا جيت عرفتها هون لماجنتيك فلكس دنسيتي بي. وأنا هون تعمدت إني أحط بي مش فاي لأنه فاي فاي فيكتور ولا سكيلر؟ لا فاي سكيلر. فاي سكيلر بي فيكتور. بهمنا الفيكتورز هون راح نعمل كروس برودكت. إذا إحنا عرضنا هذه السلاب من المادة واحدة من المواد هدول عرضناها بي وبعدين مشينا كارنت وكمان نفس الشيء الكارنت سكيلر ولا فيكتور الكارنت؟ فيكتور. لا الكارنت سكيلر. شو الفيكتور اللي بقابل الكارنت أو اللي بس الكارنت دنسيتي؟ إذا الكارنت آي بحد ذاته هو سكيلر لكن جين هو الكارنت دنسيتي. ايش وحدة الكرنت دنسيتي؟ امبير متر سكوير. امبيرز بير سكوير متر. ايش وحدة الكرنت؟ امبيرز اللي هي كولومبس بير سكوير. هذه سكيلر هذه فيكتور. فراح نحط عمودي على بي جي. عندي هون كرنت دنسيتي. يعني انا جبت القطعة هاي. القطعة هاي حطيتها في داخل مجال ماجنتيك فلوكس دنسيتي. وحدتها طبعا تسلا او ويبرز بير سكوير متر. فعندي بي بهذا الاتجاه. وجي عندي بهذا الاتجاه. اذا عمودي على السطح اللي بيحتوي هذول الاثنين رح يصير عندي كروس برودكت. هلا انا لما اطلعت عليها باحتمال انه هو اللي عم بيصير هو موتور افكت. موتور افكت مستعمل اي يد ليفت هاند. ففي عندي بي بهذا الاتجاه وعندي جي بهذا الاتجاه. هلا لو فكرنا في عندي انا شحنه شارج بوزيتيف شارج ماشي بهذا الاتجاه باتجاه جي. يعني هي الاكسس عندي هون هي اكسس هي اكسس هون وهي الاكسس الثالث هون. هلا راح يصير في عندي كروس برودكت ما بين جي وبي. فاللي راح يتكون فيكتور ولا سكيلر؟ فيكتور. فيكتور. مش الكروس برودكت لازم يعطيني فيكتور. واتجاه الفيكتور بيكون عمودي على السطح اللي بيحتوي الاثنين. والجي اذا عملت كروس برودكت من جي لبي بده يكون اتجاهه هذا الاتجاه. مش هيك؟ يعني لازم الفيكتور يطلع معي جديد هذا بهذا الاتجاه. راح يتكون عندي الكتريك فيلد. الالكتريك فيلد فيكتور ولا سكيلر؟ فيكتور. والفولتج؟ سكيلر. سكيلر. راح يتكون عندي الكتريك فيلد. الالكتريك فيلد راح يتكون ما بين هذول التو الوجهين هذول اللي موجودين هون. راح يتكون عندي بين هذا الوجه والوجه هذا اللي هون لو حطيت راح الاقي في عندي الكتريك فيلد. والالكتريك فيلد هذا طبعا راح يتكون عندي فولتج من هون. فالالكتريك فيلد اللي بتكون بيكون بتناسب بروبورشنتلي مع جي وبي. خلينا نفكر فيها من ناحيه الموتور افكت. لو عندي انا هون طبعا هدول انا اللي باخذهم هو بوزيتيف تشارجز هولز كاني عمالي بفكر بالهولز بامكانك تعكس لهذا تفكر في الكترونز. اذا الهولز ماشيين بهذا الاتجاه معناها راح يكون عندي موشن بهذا الاتجاه وبي بهذا الاتجاه. مش هذا الماجنتيك فلكس وهاي الحركه. فعندي بي بهذا الاتجاه وعندي الموشن. الموشن بأي اتجاه صارت عندي؟ بالعكس. الجي بالعكس. مش هيك؟ عندي هذا هيك مظبوط. عندي بي بهذا الاتجاه وجي بهذا الاتجاه فتكون عندي الكتريك فيلد. هلا اذا بتكون عندي الكتريك فيلد بهذا الاتجاه راح يكون عندي بوزيتيف ونيجاتيف تشارج. بوزيتيف ونيجاتيف بهذا الاتجاه وراح يتكون عندي فولتج. ايش العلاقه الان بين جي والكرنت؟ اي على اريا مظبوط. او اذا بناخذها كفكتورز اي بتصير عندي كروس برودكت ما بين جي جي واي. اذا نحطها بشكل دقيق هي جي دوت دي اي كفكتور تعطيني اي. اذا بنحطها بشكل صحيح فعندي اي اللي هي امبيرز واي اللي هي سكوير متر. بصير عندي امبيرز بير سكوير متر. هاي العلاقه بين جي
و I. نتطلع هلا هون العلاقة بين E و V الالكتريك فيلد. إذا بحط الالكتريك فيلد ما بين two plates أو بحط فولتج بين two plates إيش بتكون بينهم؟ الالكتريك فيلد. إيش وحدة الالكتريك فيلد؟ فولتز بير ميتر. هي فولتز بير ميتر. فبصير عندي E بيساوي الفولتج على الديستانس. مش هيك؟ ونفس الإشي إذا بدك هذه تحولها هي عبارة عن V بدها تساوي E dx. اوكي هاي هي نفس الفورم بس انا حاطه بشكل مختلف. اوكي اذا هاي هون عندي شو يعني ايش هاي بتقول ايش هاي المعادله بتقول لي لو انت جبت تو بليتس بليت هون وبليت هون كاباستر اوكي وحطيت انا شحنه على اثنين بحيث انه تكون فرق في الجهد ما بين اثنين وكان هذا كله يونيفورم اذا قديش الافرج الكتريك فيلد راح يتكون في الداخل راح يتناسب طرديا مع في وهذا منطقي راح يتناسب عكسيا مع دي وهذا طبعا انت تتذكروا هذا كاباستر ايش في الماده اللي في الداخل هي دايلكتريك والدايلكتريك راح تتاثر ب اي شيء اذا عندي هذول المعادلتين اللي بيهموني الان هذول اهم معادلتين خلينا نشوف هلا المعادله الاساسيه المعادله الاساسيه بتقول انه اي كفيكتور بيساوي الكروس برودكت ما بين جي وبي وفي عندي بالاضافه لهون ان واي في إشارة ماينس لأنهم إلكترونز هذول يعني انعكس الوضع لأنهم إلكترونز بس إحنا الإشارة اللي أخذناها هون بالموتور إفكت كانت هولز هلا N هي density of electrons density of electrons في هاي المادة free electrons فبتعتمد على طبيعة المادة والدوبينج اللي موجود فيها وهون راح تكون per cubic meter أو يعني electron per cubic meter density volumetric density وعندي E هي charge تبعت الإلكترون هي تشارج اوف ان الكترون وايش وحدتها اللي بدها تكون كولومز في حد بتذكرها قديش تشارج 1.9 10 كولومز رهيب انت رهيب 1.6 انا ناسيها والله ناسيها زمان طيب اذا عندي صار هدول واحد على اني اذا هذا عندي اي كونستانت ان شو بيعتمد؟ بيعتمد على طبيعه الماده اللي هي الدنسيتي اوف الكترونز في هاي الماده اللي موجوده هون وجي هلا طلع شو التطبيق العملي الان لهذا شو عملنا احنا ايش الاشياء اللي احنا عملناها في او اللي بدنا نقيسها نفترض انه اللي بدي اقيسه هو بي وايش لازم احط الان حتى اقدر اقيس بي بدي احط كرنت اذا انا بدي امرر الكرنت ماشي اذا احنا بنمرر الكرنت في هاي السلاب الفولتج اللي بتكون هون هلا الفولتج اللي بتكون هون في له علاقه بالاي مزبوط يعني في شو بده يصير يساوي اي دي دي مزبوط يعني او دي دوت دي في دوت مضروب في اي اذا الفولتج راح يتكون هون اذا انا شو اللي بدي اعمله هلا بدي اجيب انا فولت ميتر واوصل الفولت ميتر بين هاي الجهه من السلاب وهاي الجهه من السلاب هون الفولتج الماجنتيك فلكس دنسيتي خارج عندي موجود في الخارج وانا ايش لازم امرر الان هلا هذا الميتر اللي معك مش موجود معك هون موجود معك هون بس تجيبه المره الجايه بدنا المره الجاي هون بمرر انا بهذه القطعه اللي موجوده هون بمرر كرنت وانا عارف الكرنت قديش قيمته فانا عارف الكرنت وانا عارف اي وانا عارف ان للمتير اللي انا حاططها لاني حاططها هون رح يتكون عندي اي بس اي انا بقدر احوله لفي مزبوط لاني ايش عارف عارف الديستانس هذه اللي موجوده هون من هدول رح يطلع معي فولتج الفولتج هذا اللي موجود هون بتناسب مع مين مع البي مع اي شو في تطبيق ايش التطبيق المهم لهاي اللي هي في الديستريبيوتر تبع السياره تمام ايش بستعمله الديستريبيوتر تبع السياره بيكون في زي البيس بتلف حوالين البواجي اللي هم تمام اوكي فبقدر اعرف البوزيشن تبعه يعني لو احنا مثلا جبنا الان افرض انت بدك تعمل ديتكشن لشافت والشافت هذا بلف بسرعه معينه جيت ركبت انت ماجنت صغير هون ماجنت صغيرة ركبت أربع ماجنت صغيرة هون وخلينا نقول كلهم كانوا نورث بول حطيت الهول إفكت سنسر ركبت هول إفكت سنسر هون وانت مررت في كرنت وقست منه فولتج كل مرة بمر هذا الماجنتيك مش هذا رح يعطيني ماجنتيك فلوكس دنسيتي هون رح يرتفع الفولتج اللي باخده من هون فرح أخذ بلس فرح أقيس بلس من هون رح أقيس بلس وكل لفة رح أقيس أربع بلسات من هون بقدر أستخدمهم بس هذا فيه له تطبيق اهم بكثير من هيك دكتور هون بنقدر نستخدم حتى الريد سويتش ما في داعي مزبوط شيء ثاني هذا له تطبيق مهم جدا لاحظوا بي هل في حاجه انه دي فاي على دي تي يكون متغير حتى اعمل ديتكشن لهون لا لاحظين هاي النقطه هون هل في حاجه انه بي
يعني هون ما عندي مشكلة فاراديز لو. أنا كانت عندي مشكلة فاراديز لو في التطبيقات الثانية أتذكركم فيها. يعني أحيانا إحنا كويس نتذكر المشكلة اللي عندي حتى أشوف ميزة هذا السيستم اللي هو. لو أنا عندي كارنت ماشي فيه في كويل ماشي في سيليك عفوا هاي عندي كارنت والكارنت هذا دي سي دي سي كارنت كيف ممكن أقيس هذا الدي سي كارنت اللي ماشي في السيليك؟ هاي انتو مش ميكاترونكس ودارسين هذا مهندسين اجا هلا صح عندك مشكلة قلت لك في عندي كارنت ماشي في هذا السيليك وبدي تقيس لي الكارنت وتدخله وتعمل له اناليسيز وهذا اوكي؟ هلا هذا لو كان اي سي شو بتقدر تعمل؟ لو كان هذا كارنت اي سي على فاراديز لو شو بقدر اعمل؟ بقدر مثلا اجي احط كارنت ترانسفورمر مثلا هاي احد التطبيقات هاي موجوده في كل الباور اندستري في كل التطبيقات الصناعيه بحطه هون كارنت ميجرمنت اي وبعمل شورت سيركت لانه الكارنت ترانسفورمر لازم السكندري تبعه يكون شورت سيركت هاي فيش فيها مشكله مش هيك؟ باخذ هدول او بشكل احسن من هيك صار عندنا الان بامكاني نعمل شيء زي هيك بامكاني احط كويل حواليه والكويل اقيس فيه مزبوط بدون ما افتح الدائره اللي موجوده هل هذا مزبوط لو كان عندي دي سي؟ لا كيف ممكن اقيسه هذا اذا كان دي سي؟ هول قبل ما تعرفوا انتم الهول افكت اميتر ممكن كيف اميتر؟ بدك تضطر تفتح الدائره مزبوط؟ بدك تحط الاميتر على الدي سي تمام لو ما بدك تفتح الدائره شو بتقدر تعمل؟ الف حوالين شيء ممكن بس هو بالترانسفور افكت بطل يشتغل هون لانه فيش دي سي دي فاي على دي تي زيرو هاي المشكله هلا في عندك ممكن تستخدم شنط بس طبعا بدك تضطر تفتح الدائره شو يعني شنط بستخدم هون ريزيستر صغير جدا يعني الريزيستر مثلا 0.001 وناخذ الفولتج عبره هاي ممكن نعملها هذه اسمها شنط بس اللي صارت الطريقه الان الشائعه جدا احسن بكثير من هدول اللي هي زي الميتر راح فرجيكم اياه بس يجيبه محمود المره الجاي بإمكاني الآن أنا أحط حوالين هذا ماجنتيك سيركت وفي داخل الماجنتيك سيركت أحط هول إفكت سنسر فبصير عندي لما الكرنت يمر من هون إيش بعمل في الماجنتيك سيركت هو دي سي هل بعطيني فلكس؟ بعطيني فلكس حتى هو دي سي مش هيك؟ هلا هذا ما بقدر أحط عليه سكندري لأنه السكندري ما راح يشتغل بدون دي فاي على دي تي لكن إذا حطيت هول إفكت سنسر هل هول إفكت سنسر راح يتأثر لما يكون هذا بي سي بي كونستانت بي دي 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 فاي على دي تي زيرو راح يعطي فهذا ميزته هو اللي خلانا نصير نقدر نعمل دي سي كرنت ميجرمنتس بدون كونتاكت ليس صار بامكاني اعمل كونتاكت ليس دي سي كرنت ميجرمنتس شوف التطبيق الثاني اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو السويتش لو انا بدي اعمل كونتاكت ليس سويتش كونتاكت ليس سويتش بجيب انا الكيبورد او الكونتاكت اللي انا بدي اكبسه بحط عليه ماجنت من هون وتحت بكون حاطط الهول افكت سنسر الهول افكت سنسر مار فيه كرت طول الوقت وهذا بعيد لدرجه بالحاله العاديه وانا رافع الكيبورد بعيد لدرجه انه ما بحسش بالماجنتيك فلكس فبكون معايره بحيث انه ما يعطيني اوتبوت لما باجي الان بكبس الكبسه هاي وبنزلها شو بنزل معي الماجنت لما ينزل هون شو بعطيني فولتج بقدر اخذها ما فيش عندي اي كونتاكت هون احنا بالحاله العاديه الكونتاكت سويتش إذا أنت بدك تعمل ميكانيكال كونتاكت سويتش، هذا شو مشكلته السويتش؟ لما بسكر وبيفتح راح يعطيني باونسينج وراح يعطيني المشكلة الأكبر هي سباركينج، سباركينج هذا مشكلته ممكن يعمل يشعل غاز معين إذا كانه في فلامبل انستليشن، هذه ميزته هون كومبليتلي كونتاكتلس، ما فيش عندي وير، هذا مشكلته بصير في وير بعد فترة، هذا اللي شفتوه البيتنت اللي شفناه قبل شوي من هون، أوكي ماشي واضحة هاي النقطة اللي هون؟ لحد الان اللي هي التطبيق هذا احد التطبيقات التطبيق مهم ومن اهم التطبيقات اللي صرت اقدر اقيس الكرنت سنسر وكمان هلا مثلا اذا بتشوفوا في بعض الشباب اللي ماخذين درايفز راح يشوف كثير من الانفرترز الان الكرنت لما بيطلع وبروح على المحرك من الدرايف بيكون على الاوتبوت تبع الدرايف في زي كويل دي سي ميتر والدي سي هذا بيقيس الكرنت من هون بيستعمل كمان الهول افكت بيستعمل فكره الهول افكت مش كرنت ترانسفورمر فبيقدر يقيس الكرنت اللي رايح على المحرك عن طريق انه يستعمل هول افكت سنسر اذا هول افكت مهم جدا للتطبيقات طبعا احد التطبيقات الاخرى المهمه